الآن هذه الشيلة أهداء إلى وسن الديقان. يكون جديدا في عالم الصوتيات، جديد في الخط والشيلات، شيلات الحرف، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد، ملك، تخرج، مدح، تراحيب، تقاعد، تكريم، ترقيم، نقل، وكتابة الكلمات العامة. أحيوا وسن بعد الطوارئ على الحال خريج انتصرت للأمزاح عنوان شهادة بقوة العزيمة من فضل رب ولي العرش رحمة وبنت أحمد الوفي سليل المعزة وأغلى بنا تصيبها غيث الأمزة وأغلى بنا تصيبها غيث الأمزة في فاطمة حفظت بيوت القصايد ومن لها بقمة المجد مشكاة وحميد بن بيان رعى المفاخر وجدها درب الطبايع وليما وجدها درب الطبايع وليما وعمامها التقاني روس الزعماء يشوش راسك اللي ما كنت تلقاه وحرم سبن الزايد حي فلاه وجدها تسل الفعايل كحلاه وجدها تسل الفعايل كحلاه والدايق ونسيت الخوال اللي شرف قوم على كل المواقف شجعاه وعماتها عز ومعزه ونوماس وخواتها مقامهم سر الاعياء وخواتها مقامهم سر الاعياء واخوانها نواف ويوسف هل الطيب ولا يلحقف على الوفيين نقصاه وفي اختها سجن كبره فخامه وخواتها سجن ينومس ولا أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00966555887 ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات. أحيوا وسن بعد الطوارئ على الحال خريج انتصرت للأمداح عنوان وسن على درب المعزة أميرة خريج تستاهل تزال الأوزان وجابت شهادتها بقوة العزيمة من فضل رب ولي العرش رحمة وبنت أحمد الوفي سليل المعزة وأغلى بنات طيبها زيد الأمزة وأغلى بنات طيبها زيد الأمزة في فاطمة حفظت بيوت القصايد ومن لها بقمة المجد مسكاة وحميد بن سجان رعى المفاخر وجدها درب الضبايع وليما وعمامها تقاني روس الزعماء يشوش راسك اللي ما كنت تلقاه وحرم سبن الزايد حي بلاه وجدها تسل الفعايل كحلاه وجدها تسل الفعايل كحلاه والزايد يسد الخوار اللي شرف قوم على كل المواقف شجعاه وخواتها مقامهم سر الأعياء وإخوانها نواف ويوسف هل الطيب ولا يلحقف على الوفيين نقصان وفي أختها سجن كبره وفخامه وخواتها سجن ينومس ولها وخواتها سجن ينومس ولها الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات.